صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج صباح الرياضيه، هذا البرنامج الذي دائما تتابعونه عبر شاشه القنوات الرياضيه السعوديه. اهلا وسهلا بكم جميعا، صباح الخير على زملائي طاقم برنامج صباح الرياضيه، وايضا صباح الخير على زميلتي المتالقه دائما ناهد الاحمد والتي للتو عادت من اجازه. اتمنى ان تكون اجازه سعيده. ناهد صبحك الله بالخير، كيف كانت الاجازه؟ نور اكيد بندر، اكيد سعيده يعني والحمد لله يا رب، استمتعت كثير بس فقدتكم اكيد، واكيد صباح الخير لكم انتم مشاهدينا، وحشتوني كثير وان شاء الله يا رب اتمنى باذن الله انه نقدم بالايام المقبله اجمل مما كان، ودائما يقولوا استراحه محارب لابد منها بين فتره ثانيه. يعني عاد الحين انت جايه على نشاط على الله يعينك شوي بنتعبك. لاحظت انا الموضوع انكم متحلفين فيني يعني. بس ما سويتي شيء لحد الان. اي يعني بس يعني بتحلفين فيني يعني في الايام القادمه يعني ما تدري انت. فعموما مشاهدينا ان شاء الله باذن الله اليوم ساعه ونص على الهواء راح نصحبكم من خلال صباح الرياضيه، البرنامج اليومي والصباحي اللي دائما متعودين من كل مناطق المملكه نحاول انه نصحبكم بعدد من الفقرات والتقارير اللي تخليكم في قلب الحدث. فاصل وبعدها راح نعرف بالضبط وش عندنا لها اليوم. Ready?
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، نرحب بمن انضم الينا الان لمتابعه برنامج صباح الرياضيه. طبعا في البدايه نبارك للفريق الهلالي فوزه ببطوله كاس سمو ولي العهد، والذي حظيت بتشريف ورعايه كريمه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه. طبعا شاهدنا لوحات جميله في تكريم ابناء الشهداء، شاهدنا مباراه جدا كانت ممتعه، جمهور غفير، اداء فني راقي، ولا ايش رايك؟ اكيد اداء فني راقي ورائع، يعني كان متحمسين له. مثلا يعني احنا كمحايدين نقدر نقول، يعني احنا كمحايدين كنا للمباراه، كانت استمتعنا بطريقه عجيبه جدا، استمتعنا بالروح الرياضيه اللي كانت موجوده وقبلها الروح الوطنيه. يعني في مباراه من اجمل الاشياء اللي دائما انا اقولها بندر، من اجمل الاشياء لما يتحول محفل رياضي لمحفل وطني، وهذا هو اللي احنا نبغاه دائما لما نوصل رسالات لاعداء الوطن، للمتربصين، لابناء الوطن العاشقين لتراب هذا الوطن. احنا كلنا يد واحده وما يفرقنا، سواء اختلفنا بالالوان ولا المذاهب، في النهايه المملكه العربيه السعوديه اسم انحفر بقلوبنا حبه وعشقه وهيامه. جميل هذا الاحتواء من القاده وولاه الامر لابناء الشهداء، للمواطنين كافه، لجميع من يستحق يعني الاهتمام. اكيد طبعا، فعلا شكرا لكم ولاه امرنا، انتم يعني تاج روسنا، نفخر فيكم، نجدد لكم الولاء والبيعه جميعا، يعني فخورين فيكم. بعد اللي صار الحلو في الموضوع طبعا النقل، التنافس ما بين كان بين القنوات، والحمد لله ان القناه الرياضيه السعوديه بكامل طاقمها السعودي 100% بشباب كوادر وطنيه، يعني تميزت بهذا النقل المباشر، لقت عدد كبير ايضا من الاصداء الجميله والجيده للمباراه. بنفس الوقت الحمد لله يا رب كان تفاعل الناس كثير حلو، والحمد لله يعني الشباب في الرياض توفقوا بهذا الموضوع، ودائما يقول لي كل مجتهد نصيب. وانا متاكد ان اغلب الجماهير اللي شاهدت المباراه عبر التلفاز شاهدتها عبر القناه الرياضيه. انت شفتها على القناه الرياضيه؟ اكيد انا اول واحد شفتها. مع مين كنت تشوف المباراه بندر؟ وهل كان في حماس؟ طبعا مع مجموعه من الشباب، واكيد كان في حماس، حتى ان المجموعه اللي معاي كانت تتمنى انه المباراه تتمدد لاشواط اضافيه لمشاهده مزيد من المتعه. فعلا شاهدنا مباراة جميلة، يعني بعض الأخطاء التحكيمية ولكن لن تؤثر في المباراة، والحمد لله أن المباراة طلعت بهذه النتيجة وهذا الأداء الفني الذي ينعكس أكيد على يعني مستوى الكرة السعودية، ودوري متابع وكرة سعودية متابعة من جميع الدول العربية، وأيضا من أبنائنا الطلاب الذين نصب عليهم بالخير أكيد. إذا كان الصباح وإذا كان المساء نمسي عليكم بالخير، أكيد أبنائنا المبتعثين في يعني جميع دول العالم شاهدوا المباراة وكانوا التفاعل جميل جدا. ترى حتى التفاعل كان مع مباراة النهائي حتى على المستوى العربي والخليجي، يعني كثير ناس هاي شلون اليوم الهلال والأهلي، يقولوا لنا يعني احنا متحمسين، يعني كان في الدول الخليجيه المجاوره ولا حتى في الوطن العربي عموما. انا ما ابي استثقل، لا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي انا شاهدت كثير من الجماهير العربيه والخليجيه متفاعلين جدا مع هذا الحدث، والحدث الاهم من الحدث الرياضي هو الحدث الذي قام به صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد حفظه الله بتكريم ابناء الشهداء، لان هذا واجب على الوطن، واكيد انه كلنا يعني جميعا ارواحنا فداء لهذا الوطن الغالي. طيب انا عموما ما بثقل عليك في السؤال واقول لك كيف كان جو المباراه وكنت تشجع مين وكذا، بس عادي يعني شجع اللعب الجميل. كلام كبير يا جماعه، يعني والله صدقيني انا احب اللعب الجميل. اكيد يعني اكيد يعني انا لي ميول وانت لك ميول، ولكن عندما تحضر الكره الجميله الممتعه كلنا نعشق الجمال والمتعه في اي شيء كان. سفير الرد الدبلوماسي بندر الفليت، يعني شكرا جزيلا لك. عموما مشاهدينا احنا طاقم البرنامج محضر هديه جميله وبسيطه بس تجهز ان شاء الله باذن الله، راح نطلعها على يعني الوقت قدام لجماهير الاهلي، عفوا الهلال، لانهم يستاهلون فعلا. نشوف اخبارنا. راح اليوم اولى فقراتنا مع اخبار الصحف كما عودناكم دائما، ولكن بعد الفاصل. عندك
إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. الخبر الأول نبدأ فيه، تبدأ فيه بندر ولا أبدأ فيه أنا؟ إذا تدريب 132 سيدة على الإسعافات الأولية بالمنطقة الشرقية. أقام القسم النسائي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر ربيع الثاني من العام 1437 عدد 10 دورات إسعافية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، تم من خلالها تدريب 132 سيدة على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين في الحوادث المرورية والإنعاش القلبي الرئوي وحوادث الغرق والحروق والنزيف والغصة والتسمم وغيرها من الإصابات الأخرى والحالات المرضية. وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، شملت هذه الدورات عددا من طالبات المدارس والكليات والجامعات والموظفات وربات البيوت. أنا أعتقد أنه هذه المبادرة جدا مهمة، لأنه في بعض الحوادث بندر تكون تصير صحيح. يعني لا قدر الله في البيت، تقدر الأم أو حتى تقدر الموظفة العادية أن هي تبادر وتنقذ روح كاملة من خلال هذه الإسعافات الأولية، ويمكن في بعضهم ما يكون عندها شجاعة. يعني أنا من الناس اللي يعني ممكن عادي جدا سنتر كذا، أنه لا قدر الله صار أي شيء، بس هي يبغى لها الموضوع قوة. حتى فعلا هذه الدورات تخدم ربات البيوت ويعني أمهاتنا وأمهات الأطفال في احتواء أي طارئ لا قدر الله يحدث في المنزل. الخبر الثاني من جريدة اليوم وفي تعليم الخبر والتميمي، تنظمان دورة رياضية. ينظم مكتب التربية والتعليم في مدينة الخبر دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية برعاية من مجموعات شركات التميمي، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الأحد وحتى 20 من الشهر الجاري. وأوضح مدير مكتب التعليم في الخبر سعيد القحطاني أن هذه البطولة تهدف إلى زيادة الاهتمام بالأنشطة الرياضية كوسيلة تربوية لإعداد جيل قوي مؤمن بدينه ووطنه وتنمية المهارات الحركية لدى الطلاب وتوفير فرص التنافس المنضبط من خلال مواقف اللعب وتهيئة المناخ التربوي الملائم للجميع لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية المتميزة والعناية بها، مقدما شكره إلى شركة التميمي على رعاية هذه البطولة. وهذا الأمر ليس بغريب عليها بدعم العلم والتعليم. وستلعب البطولة بنظام المجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الأربعة. يعني جميل مثل هذه الدورات، ولكن نتمنى تواجد الأندية في المنطقة الشرقية وتحديدا نادي القادسية والنهضة والاتفاق بما بحكم القرب، يعني لاكتشاف المواهب الشابة في المدارس بما يعود بالنفع على رياضتنا السعودية وتقديم مواهب قادرة على خدمة الكرة السعودية والوصول بها إلى المحافل العالمية. وأهم شيء بندر، ما بعد الاكتشاف، ما بعد الاكتشاف. أوكي حنا عندنا عدد من المواهب أنت تشوفهم، الاكتشاف ثم الاستقطاب ثم تنمية المهارات ثم زج بها مثل المواهب الجميلة اللي بيشوفون يعني مثلا إدارات الأندية وأجهزتها الفنية أنها قادرة على خدمة الرياضة. صادق. ونجي عندنا أيضا خبر رياضي طبعا من خلال الدوري، الفتح عاد للانتصار على حساب رائد الانكسار. حقق الفتح فوزا صعبا ومستحقا على حساب ضيفه الرائد بهدف وحيد سجله البرازيلي فالكون جيمينيز في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم أمس السبت على ملعب الأحساء ضمن مباريات الجولة 17 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، ليرتفع الفتح برصيده الى 24 نقطه بينما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط. بدا الشوط الاول بتحفظ كبير طبعا من كلا الفريقين، مما انعكس على الشكل العام للرابع الساعه الاولى الذي لم يحضر معها اي تهديد على مرمى اي من الفريقين. وانحصر اللاعب في وسط الميدان. بدا طبعا الشوط الثاني بحضور افضل مما كان عليه في الشوط الاول، فقد حضرت الخطورة على مرمى الفريقين بالرغم من انحصار معظم مجريات الشوط الأول في منتصف الملعب. أعتقد أمس واللي قبله أو هذه الجولة بالتحديد أو هذا الويكند بالتحديد كان يوم أو كان لعب لصالح حظ كرة شرقاوية بطريقة حلوة وعجيبة، بس النهائي خطف كل الأضواء. أي لا بس أنا أتكلم جاءت المباريات حلوة. مباريات السبت يعني مباريات يعني باهتة نوعا ما في الحضور الجماهيري في المتابعة حتى الجماهيرية.
بس انت تتكلم على نتائج الكره الشرقاويه بالتحديد، يعني تتكلم لك على الاتفاق، على الفتح، هجر، حتى يعني عدد من يعني الفرق في الدوري الدرجه. والله تعرفي انا ما عندي فرق شرقاويه وفرق غربيه وفرق، بس انه في النهايه نشاهد اللعب الجميل مثل ما قلنا اول، اللعب الراقي والجميل، واللي يفوز نقول له الف مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك وان شاء الله تعوضها في المباريات القادمه. بما انك طريت الشرقيه، طبعا الاتفاق امس فرحنا من جد، صح؟ قمر الشرقيه. يعني في ختام الجوله 21 من دوري الدرجه الاولى، الاتفاق بثلاثيه مزق شباك طمك واقترب من المقدمه. حقق الاتفاق انتصارا مهما جدا في الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك عندما تغلب على ضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، سجلها كل من محمد كنو في الدقيقة 21 والثمانين، وهزاع الهزاع في الدقيقة 33 في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. وبهذه النتيجة رفع الفريق الاتفاقي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، فيما بقي ضمك في المركز الثالث برصيد 37 نقطة مع التبقي مباراة مؤجلة لكل الفريقين. بدأ الفريق الاتفاقي المباراة بكل قوة بغية تحقيق ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو تحقيق أمل الصعود لدوري عبد اللطيف جميل الممتاز، فكان الطرف الأفضل طوال الدقائق الأولى، وهو ما مكنه من تحقيق الهدف الأول عبر تسديدة بعيدة المدى من لاعب خط المنتصف محمد كنو في الدقيقة 21، ليواصل الاتفاق بعد ذلك أفضليته الواضحة ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 33 عقب انفراده الصريح بحارس مرمى ضمك. حاول ضمك العودة للمباراة وتقليص النتيجة، لكن المستوى الكبير الذي قدمه الاتفاق خلال الشوط الأول والتماسك الكبير بين مختلف خطوطه حال دون ذلك، وهو ما قاد أبناء الدمام لإنهاء الشوط بتقدمهم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. طبعا تكملة الخبر ما هي موجودة، ولكن الاتفاق أيضا سجل الهدف الثالث عن طريق محمد كنو، ولكن هدف عجيب ما شاء الله عليه، هدف محمد كنو الأول هدف عالمي. لا جد انا بس حتى هدف عالمي، تخيلي من نصف الملعب تسديده قويه في التسعين. انا هذه هي الاهداف المحببه للجماهير الرياضيه، جماهير المتعه، جماهير كانه يستحق الملايين القدم. كانه من يستحق الملايين. اعتقد حتى يعني حلو ان الاداره الاتفاقيه محافظه عليه، بس الى متى؟ وهل هو بيلقى المغريات اللي يعني مثلا الحين عدد من العروض اللي قاعده تجي من انديه كل فريق سعودي الان يتمنى انه يكون عندك كنو. والله انا احترم اداره نادي الاتفاق، الاداره الشابه، واعتقد انها اداره تعمل بفكر احترافي راقي وقادره على ان تقنع محمد كنو بالبقاء او بالبقاء في الاتفاق، يعني وقادرة على توفير المبلغ المطلوب. أكيد محمد كنو إذا توفر له المبلغ المطلوب أسوة بالعروض المقدمة له ما راح يطلع من نادي الاتفاق. أكيد، ومباراة الاتفاق وضمك أمس وش تثبت لك أنه فعلا دوري الدرجة الأولى ما له نقدر نقول صديق. ضمك شوف ما شاء الله عليه في المستويات اللي قاعد يقدمها، في النهاية الآن كم يفرق عنه وعن الاتفاق؟ أعتقد أربع نقاط يعني. نعم. وباقي الجولة، باقي جولات كثيرة الحين. الجميل في دوري الدرجة الأولى، أنه من المركز العاشر إلى المركز الأول يتنافسون على الصعود، من المركز الحادي عشر إلى المركز السادس عشر يتنافسون على الهبوط، يعني ما فيه يا أبيض يا أسود، ما في رمادي. يخوف الدوري، يخوف جد، وفي فرق قاعدة تقدم مستويات، معليش مع احترامي لجميع الفرق، أفضل من بعض الفرق المتواجدة في دوري عبد اللطيف جميل. صحيح، والدليل شاهدنا في كأس خادم الحرمين الشريفين عندما تغلب ستة أو خمسة من الفرق دوري الدرجة الأولى على فرق دوري عبد اللطيف جميل. جميل، حنا عموما كذا تكون خلصت فقرتنا حقت أخبار الصحف، راح نطلع لفاصل وبعدها راح نبدأ بتكملة فقرات صباح الرياضية اليوم، خليكم ويانا مشاهدينا. الله أكبر يا بلد، أنت روح في جسد،
عشتي انا افضل ورد في قلوبنا انت الوحيد رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. دائما نكرر مقولة أن الاهتمام بالماضي هو يعزز ويصنع لنا مستقبل جميل، ومن الاهتمام بالماضي هو الاهتمام بالموروث الشعبي والتراث الذي ورثه لنا أجدادنا الأولين. وللحديث أكثر حول موضوع الاهتمام بالموروث الشعبي معنا الأستاذ عبد العزيز المبرزي الشويش، فنان تشكيلي ومختص بالتراث وتوثيقه، وهو باحث في التراث والموروث الشعبي الخليجي وعضو جمعية جاستن وعضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية بالأحساء سابقا، ومدير عام العلاقات العامة ميدان الفروسية أيضا سابقا. حياك الله أستاذ عبد العزيز، ما شاء الله السي في حقك طويل، فعشان كذا بنستغل اليوم موجود وجودك معنا اليوم. حياك الله في صباح الرياض. الله يحييكم وأرحب فيكم وأخوي بندر وبالمشاهدين الكرام. حياك الله، صبحك الله بالخير مرة أخرى. الله فعلا يحيي. يعني أنت عضو في العديد من اللجان والمهرجانات التراثية، والله بنسألك سؤال تقليدي يعني لابد من هذا السؤال، وهو بداياتك في اهتمامك في الموروث الشعبي والتراث الشعبي، وخصوصا وأنت مهتم بالتراث السعودي والخليجي أيضا. في الحقيقة أنا بداية كنت مهتم في جمع التراث في البدايات، يعني من أيام وأنا كنت صغير. بعد ما تبلورت موهبة الرسم عندي ركزت على التراث، على التراث فقط. لحد الآن ولله الحمد لم أحد عن هذا الخط، فاستغليت موهبة حبي للتراث في الفن التشكيلي، في توثيق
تراث بلدي الحبيب المملكة العربية السعودية. بعدها حسيت في عندي مجال اني اقدر انطلق للمجال توثيق التراث في دول مجلس التعاون الخليجي. فالحمد لله لي مساهمات الجيدة الان في دول مجلس التعاون ربي لك الحمد. حلو جميل. طيب هل انت تشوف ان الاهتمام بالتراث بالمنطقة الخليجية وبالتحديد بالسعودية بعد نقدر نقول يوازي مكان ما عندنا احنا من كنز كبير؟ لا طبعا تراثنا احنا ولله الحمد، احنا تعرفين المملكة قارة ولله الحمد ما هي بسيطة يعني، لكن هذا جهد. وأنا يعني ما هو بس عليك أنت أستاذ عبد العزيز، أنا أتكلم، بشكل عام. أنا أوكي أنا أتكلم عن نفسي طبعا. كل يعمل وكل يبذل جهد وكل يخدم وطنه، بس أنت بعد تشوف من خلال الجهات الحكومية المهتمة بهذا الموضوع عندنا احنا المملكة العربية السعودية، أنت قلت قارة ومترامية الأطراف. صحيح. وكل منطقة لها تراث معين، يعني هل الاهتمام هذا يوازي الكبر اللي لها، يوازي التراث الكبير اللي عندها؟ والله شوفي بالنسبة للقطاعات التي معنية بهذا الشيء تبذل جهد ولله الحمد جهد كبير. يعني على رأسها هيئة السياحة وعندك بعد يا طويل العمر رأسة الحرس الوطني ممثلة في مهرجان الجنادرية اللي الآن يضم جميع مناطق المملكة. يعني هذا الحقيقة أنا ودي أشيد فيه، وجهود سمو الأمير متعب بن عبد الله ومعالي النائب عبد المحسن تويجري. الحقيقة مهرجان الجنادرية احنا نفخر فيه كسعوديين. الزائر اللي يجي لوطننا الحبيب ويزور الجنادرية مثل ما تفضلنا احنا وقلنا انه السعودية مترامية الأطراف، اللي يزور مهرجان الجنادرية يحس انه زار المملكة كلها، شمالها وجنوبها وغربها وشرقها ووسطها. صحيح المملكة في كأجنحة يعني في مكان مصغر. اي نعم صحيح. فلذلك يعني حنا الجهود اللي تقام في الجنادرية جهود مباركة يعني، واللي قائمين عليها الحقيقة يبذلون جهد غير طبيعي. جميل. طيب انت رجل تخصصت في الرسم والفن التشكيلي، ولكنك يعني برغم هذا التخصص استثمرت تخصصك في هذا الفن بتوثيق بالتراث الشعبي. صحيح. كيف أتت الفكرة؟ التراث لأني حضرت دورات متخصصة. جميل. في التراث، وحبيت أني أحاول ألم بمعطيات التراث من جميع الجوانب. طيب. لذلك جيت للتراث العمراني واشتغلت له، عملت للألعاب الشعبية، للموروث الشعبي، لجميع يعني بطاقتي، عملت طاقتي كلها بحيث اني اقدر اخدم تراث وطني. عارف انا ليش سالتك هالسؤال استاذ عبد العزيز؟ لانه تسلم. انت ما شاء الله عليك يعني اكثر واغلب لوحاتك كلها عن التراث والشيء القديم الجميل. صحيح. ما ادري اذا كان الزميل عادل بس يجيب لنا اللقطه هذه وتعلق عليها. الكاميرا اللي قبالك بندر. جميله طبعا الصور، جميله اللوحات جدا استاذ عبد العزيز. هذه يا طول العمر هذه قصر الضيافه لاسره ال سعود في الدرعيه. حلو. اي نعم. جميل. يعني انا احاول اني اتنقل بين جميع مناطق المملكه، والدرعيه طبعا كلن يعرف الدرعيه وتاريخ الدرعيه. صحيح. بالنسبه لهذه؟ هذه يا طول العمر بوابه دخنه بالرياض القديمه. ما شاء الله. اي لو شفت الحارس بطبيعة التقليدية وال... صحيح. اي نعم. صحيح. وبالنسبة لهذه؟ هذه من أشهر الشوارع في مدينة الرياض العاصمة اللي هو شارع ثميري، وهنا يبين اسطبل الأمير محمد بن سعود الكبير للخيل اللي على اليمين، ومسجد الإمام تركي بن عبد الله. تدري طبعا هذا من المنطقة الجنوبية. اي نعم طبعا هذا في تراثنا من المنطقة الجنوبية طبعا. جميل مره. الله ينصر جنودنا ان شاء الله. اللهم امين. هذا يمكن السوق. هذه اقدم شارع تاريخي في الاحساء اللي هو شارع القيصريه. معروف. والقيصريه لا زالت بهذا الشكل؟ ما زالت، لكن حدثت بالطراز القديم. أيه. القديم يعني، ولكن لا زالت يعني على نفس التصميم المعماري ايضا. هذه برضو أنا أتنقل بين أطراف المملكة. هذه سوق شارع السوق بحائل المنطقة الشمالية. الله. أي نعم. جميل.
هذا احنا كنا جينا عند البحر ولا؟ والله جينا عندكم، هذا اقدم ميناء في الجبيل، ميناء الجبيل القديمه. حلو. عندنا في الشرقيه طبعا. حلو، استاذ عبد العزيز الحين تدري اللي يشوفها من بعيد يحس بانها صور. يعني ما شاء الله تبارك. لا انا استقي انا لاني اوثق. ما شاء الله. فلذلك ما احب اني اتلاعب في شيء موجود. جميل. او احب اوثق وانقله للجيل. جازت لوحه ذي البندر. ذي اكثر شيء. طبعا هذه بوابه مكه بجده. طيب لو لاحظت اخ بندر هنا عربه المويه القديمه وال... ها جميل جدا. اي نعم جدا. طيب طبعا هذه اللي جازت لي اكثر شيء. هذه تمثل بيئه الخليج والمنطقه الشرقيه. بيئتنا هنا. اي نعم طال عمرك. البيئه البحريه. طلع العرق الشرقاوي بندر اكيد. طيب يعني لوحاتك هذه استاذ عبد العزيز وين تعرضها فيه؟ وين يعني مثلا العالم مثلا الحين هي جازت لهم على الهواء يشوفونها بس يبون بعد يطلعون عليها اكثر ويقتنونها. والله انا لي طبعا لي معارضي اللي انا اتحين الفرص اللي اقدر في يعني في المناسبات بحكم ان لوحاتي يعني قريبه من الحس الوطني احاول اشارك في المناسبات الوطنيه في العام اليوم الوطني اللي فات. نعم. شاركت في جامعة الملك فيصل معرض عن التراث في المملكة. جميل. ورعاه الدكتور عبد العزيز السعاتي مدير الجامعة. نعم. المعرض اللي قبله كان في اليوم الوطني السابق أقمته في سفارتنا في أبوظبي كان برعاية السفير. إيه على الطاري أبوظبي أنت. نعم. أغلب مشاركاتك في سم. دولة الإمارات هذا إذا ما تحدثنا خليجيا ليش بالذات الإمارات؟ لأنها يمكن أكثر دولة مهتمة من دول الخليج بعد السعودية بالتراث. لا والله يشوف كل دول الخليج مهتمة بالتراث الحقيقة، لكن يمكن يكون الفرص أكبر هناك لأنه ما أخفيك هم يعني شغالين على التراث. بعدين كل أمارة لها خصوصية في مهرجاناتها في فكون الفرص أكبر طبعا. جميل جميل. طيب الى الان استاذ عبد العزيز انت من خلال محاكاتك للواقع من خلال حتى المعارض اللي انت تسويها هل تعتقد ان جيلنا عنده اهتمام كبير للتراث او عنده الثقافه اللي والله احنا لما قاعدين نهتم بتراثنا احنا قاعدين نصنع مستقبل جميل؟ هذه يعني يمكن في بعض الناس كانت مخفيه عندهم هذا الشيء. طيب اي جيل انت قلتي جيلنا اي جيل؟ الجيل القادم اللي الجيل القادم جيل الشباب جيل الايباد جيل الشباب. احنا قاعدين نشتغل عشانهم. ان الان نشتغل عشانهم اللي احنا يعني اغلب المعالم. طيب في قبول لشغلكم هذا منهم؟ والله في قبول ولله الحمد. ولا متجهين انا من الناس اللي كانت تجيني اتصالات عن مواضيع اللوحات وكذا والتصوير وسناب طالعني في سناب. اكيد هم لهم طرقهم بعد بس احنا قاعدين نوثق لهم وفي المعارض وبالكتيبات وبال الدور اللي احنا علينا نقوم فيه. هم استاذ عبد العزيز انك مثلا تسوي معرض وتحط لوحاتك اوكي الشباب ما راح يجونك، لازم في طريقه جذب للشباب بحيث انهم فعلا يشوفون الفن ويهوون الفن. الطريقه والموقع والوقت المناسب هذا هو الكلام. أي. نعم. هذه يعني احنا نسمع بكثير من المعارض لما تجيها يا اصدقاء مقربين من الفنان التشكيلي اللي مسوي المعرض هذا او مجموعه اصدقاء وجروبات ويجون بس ويتفرجون ويمشون. لا والله زي ما يعني ما نشوف في الشباب متواجدين. انا بالعكس المعرض اللي تو اخير في اليوم الوطني في جامعه الملك فيصل كان حضوره كثيف جدا للغايه يعني الى درجه كان حتى في ازدحام في جميل. تعرف ليش؟ لانكم اقمتوه في مكان طلبه. صحيح. فعشان كذا صارت الزحمه، فالمفروض من الاخوه يعني زملائك الفنانين التشكيليين انهم يشوفون وين المكان المناسب بحيث انه فعلا يكون في زوار ويكون في بعد طرق تحبب هؤلاء الشباب اللي مثل هذا التراث. والله سؤالك جميل ويجب ان نتوقف عنده، انا هذا رايي. انا لو لاحظت في حتى السي في حقي لو لاحظت المعارض حقي اغلبها في مهرجانات تراثيه. جميل. فالمهرجانات التراثيه اوريدي حيجون الشباب للمهرجان اساسا ويحضرون المعرض، فتكون في اوريدي يعني كثافه مشاهده كبيره يعني اكيد.
تتفق معي طيب انه الشباب مو مهتم بالمهرجانات التراثية بحكم يعني السن؟ يعني اكثر الاهتمام يكون من كبار السن لانهم يحنون للماضي، يحنون للايام الخوالي، فحضورهم مكثف اكثر من الشباب. انا اتفق معك وما اتفق. حلو، كيف؟ جميل. هم الناس اللي شاهدوا التراث هذا، يمكن انا اقيسه على حضور في الجنادريه. انت لو لاحظت الحضور في الجنادريه كثيف جدا واغلبه من الشباب. الحضور ليش من الشباب؟ يمكن المتذوق الكبير في السن عارف تراثه، يمكن يحضر مره وينقطع، يمكن الجنادريه هذه ما يحضر، اللي بعدها يحضر، لكن الشباب بالعكس حضورهم مكثف. ما ادري يعني هل هو يعني حضورهم تركيزا على التراث او على المهرجان عموما. يعني في بعضهم يجي للفرق الشعبيه وهذا كله تراث. ترى في بعضهم يعني استاذ عبد العزيز، وانت توافقني يمكن بهذا الراي وبندر، لانه الجنادريه عطت مكان للشباب واهتمت فيهم، في غير من المهرجانات تقول فقط للعوائل وما هي. كيف ما تعطي؟ هي موجهه اساسا للشباب. اي ما انا ايش قاعد اقول لك، اي هذا هو تأصل فيهم حب التراث وحب الهويه الوطنيه للبلد. شوف انا ما اتكلم عن الجنادريه بشكل عام. لا طبعا الجنادريه مهرجانات عموما يعني. اي انا لا ولا اتكلم عن واحده في يمكن في كل الدول. انا اتكلم عن الفن التشكيلي والاهتمام في التراث الشعبي. صحيح، بس انت كنت تكلمني عن الحضور. اي عن الحضور بالنسبه للفن التشكيلي. انا كنت اتحين الفرص انه يكون في مهرجان، انه يكون في مناسبه وطنيه، انه يكون في احدى الجامعات، انه يكون في يعني يكون فيها الحضور. صحيح. اي جميل. طيب احنا بنرجع لك، ولكن زميلنا عبد العزيز ابو هميل، يعني جمعيه سند تعاونيه لدعم مرضى او الاطفال المرضى بالسرطان في المنطقه الشرقيه، اقامت فعاليه بمناسبه اليوم العالمي للسرطان، وزار هذه الفعاليه وطلع لنا بتقرير. خلونا نشوف التقرير وراجعين. قامت جمعية سند في حديقة الأمير سعود بالناية بالخبر فعالية قرية سند يومي الخميس والجمعة الماضيين، وهي فعالية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، حيث تتزامن هذه الفعالية مع اليوم العالمي للطفل المصاب بالسرطان والذي يصادف 15 من شهر فبراير. فعالية سند هذه اللي احنا مسويها المسمى بقرية سند هي أول مرة تقام في المنطقة الشرقية، هي ضمن حملة فبراير. حملة فبراير ليش اعتمدنا شهر فبراير؟ لأن شهر فبراير متزامن مع اليوم العالمي للطفل المصاب اللي هو 15 فبراير. في قصص معينة من النوع؟ أولهم أنا مريض سابق. أنا مريض سرطان سابق، وسند زي ما دعمتني أنا حبيت أدعمهم. تنوعت الأركان المشاركة في هذه القرية بين الترفيه والتثقيف للطفل، بالإضافة إلى بعض الأركان التثقيفية لجميع أفراد الأسرة. شاركتنا اليوم تقدر تقول بالون للأطفال، نقرأ فيه الحكاية ويلونون فيه مجموعة من الرسومات المتعلقة بالقيم المطروحة بالقصة. هذه الألعاب منها تحفيز للأطفال أنهم يشاركون بالألعاب، ومنها يعني تبني على الأقل مهارات التفكير عندهم، مهارات التركيز في تحقيق الأهداف بالنسبة للأطفال يعني اللي جايين. أما بالنسبة لسند فالعائد المادي اللي تروح للألعاب أو الفلوس اللي يدفعونها الأطفال للألعاب تروح لصالح مرضى السرطان الأطفال. قرية سند قرية أو فعالية لدعم الأطفال مرضى السرطان. إحنا هنا تنوين لنا دور ترويج للحملة، كذلك أخذ بعض اللقطات من مجريات الحفل أو الفعالية، ومن ثم منتجتها وإظهارها في برامج السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي حتى يتم تفعيل الحملة على مستوى الميديا، يتم الترويج لها بأكبر قدر ممكن. الحالة النفسية للطفل من العناصر الأساسية لتحسين طريقة العلاج من مرضى السرطان. نسأل الله لنا ولكم السلامة. إذا
إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وشكرا للزميل عبد العزيز بهم. عبد العزيز شكرا لإبداعك وتميزك وأدائك الرائع دائما، وحنا الطماعين بالأكثر والأكثر. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، أكيد وضيفنا موجود معانا ورح نسأله عن الكتاب اللي حمل عنوان جدا جميل، بندر معرض تراثنا بأمان في ظل سلمان، لحمة وطن. الاسم والعنوان رائع جدا. أي كاميرا هذه؟ أنا قبل شوي أنا اللي علمتك عليها، الحين أنت تعلمني عليها. زين سلام عبد العزيز، إيش معنى اختيارك لهالموضوع يعني، وهو العنوان بالتحديد، وش اللي يحتوي هذا الكتاب؟ يحتوي طبعا تراث المملكة شامل جميع مناطق المملكة. طبعا الإهداء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه. حفظه الله ورعاه، نعم. يستاهل أبو هاد. نعم. ويحمل اسمه، نعم، الكتاب. طيب هذا بشان مشاركتكم الأخيرة في، أنا عملت هذا المعرض في جنادرية 30. نعم، ممتاز. إيه، ويحتوي على لوحات من صور للوحاتك. سم؟ صور للوحات اللي أنت عملتها. اي نعم، صور الجمع. نفسها اللوحات اللي كانت قبل شوي يعني، بس انها متوزعه على، لا فيها صيد الصقور وفيها الابل وفيها كثير، فيها البيئه البحريه والبيئه الصحراء والصحراويه. ممكن اي احد ممكن يقتني سيد عبد العزيز هذا الكتاب؟ اكيد متوفر في الجنادريه. الجنادريه تعرف انتهت الان طبعا. اي عارف، بس كان متوفر وقت العرض. اي نعم طال عمرك. جميل. والان مو متوفر بالمكتبات؟ لا والله ما في المكتبات، هذا خاص كان بالجنادرية فقط. جميل، حلو. طيب. انا ودي يا اخي، في يقول لك دورة التراث الشفوي، ما المقصود بالتراث الشفوي او ما المقصود بهذه الدورة؟ التراث طبعا، شوف احنا نستقي التراث من اشياء ملموسة. نعم، مثلا حصون، بيوت قديمة، موروث شعبي عندنا. لكن نجي على القصص مثلا. الشعر انت تستقيه من وين؟ يعني في بعض القصائد أرخت بالتاريخ. صحيح. في مواقع، في، انا الحين عامل لوحه هنا اللي هي في القصيم عن كان يسكن فيها عنتر بن شداد. الله. عرفت شلون؟ ومذكورة في بعض الأبيات. عيون الجوه. عيون الجوه. ففيه يعني طبعا في التراث يستقى من الحكايات الشعبية، من الشعر، من فكثير يعني. أنا حضرت دورات متخصصة في التراث بخصوص الموضوع هذا طبعا. جميل. طيب هذا السؤال، هذه المعلومة تدري ايش بتخليني أسألك إلين ما يلقى بندر اللوحة؟ وش أكثر منطقة بالمملكة العربية السعودية تتميز بتعدد المواقع الأثرية فيها واللي تقدر تستقي منها التراث أكثر؟ والله شوفي، أنا في الحقيقة طبعا كل يعرف الدرعية وتاريخ الدرعية اللي كلنا كسعوديين نفتخر فيه الحقيقة. فأنا مهتم الحقيقة بالموضوع هذا، وعشان كذا أنا عملت على فكرة كتاب عن الدرعية فقط. حلو. اي نعم، يعني هي اكثر منطقة فيها يعني نقدر. نعم. نقول التراث. وهذه كان جدي محمد بن ابراهيم شويش كان من اهل الدرعية طبعا. حلو. اي نعم طبعا، هذا هو الكتاب اللي لاكثر منطقة طبعا فيها التراث زي ما. اي نعم صحيح، هذا هو الكتاب ايضا في الجنادية. هذا اي نعم طبعا. هذا عنتر، خلنا نشوف عنتر. أي هذا بعد هذا كان عنتر يسكن هنا في عيون الجو. اكيد. نعم. عبله جل ما أهل عاد. خلي المشاهدين بس مرة ثانية يشوفونه بندر. ما بدل هذه عيون الجوة تبعد تقريبا 40 كيلو عن القصيم. حلو. أي نعم. وهذه اللي جنبها يا أستاذ بندر، هذه برضو بوابة في شجرة. بوابة الطلحة. بوابة الطلحة، نعم. أنا يعني أخذت من جميع محافظات المملكة قدر ما أستطيع طبعا. حلو. طيب نجي لكتاب الدرعية. طبعا الدرعية تستحق أكثر. مكير. صحيح. وش يحوي الكتاب؟ يعني مثل ما تفضلتي أغلب المعالم التراثية اللي في الدرعية يعني. شوف طبعا أنا حطيت على الغلاف اللي هو قصر الضيافة. إيه. إيه. وفي صورة المؤسس وأيضا ملوك المملكة.
طبعا الذاتية السيرة الذاتية لل هي طبعا انت اغلب الكتب اللي انت تصدرها تكون متعلقة بالجنادرية يعني بتكون او من اصدار حتى الجنادرية والحرس الوطني. الجنادرية بعد لها فضل كبير عليه الحقيقة. على فكرة الجنادرية اللجان اللي المتخصصة في الجنادرية عن التراث أعطت فرصة ومساحة كبيرة لشبابنا والمبدعين من فنانين تشكيليين برزوا في الجنادرية، من شعراء برزوا في الجنادرية. حلو. فلها الفضل الكبير بعد الله على نجاحهم وعلى وأنا واحد منهم. حلو. هذه بوابة الدرعية اللي قبل شوي شفناها. أي نعم، إحدى البوابات. طيب أستاذ عبد العزيز قبل لا نختم معك، إيش آخر إصدارات أستاذ عبد العزيز شوش التراثية؟ التراثية آخرها اللي هو هذا. في شيء مستقبلا يعني راح؟ والله إن شاء الله العمل مستمر وجهودنا تجاه الوطن يعني لا تتوقف. وهذا خدمة واجب في خدمة الوطن في كل وقت. طيب حلو. إحنا كنا سعداء بتواجدك اليوم معنا، تعبناك جبناك من الحسن. لا بالعكس، أنا لكن أنت رجل تستاهل كل تقدير واحترام. الله يطول جيتك الله. هذه كبيرة عندنا. الله يطول. إيش الرسالة اللي توجهها للشباب، للفنانين زملائك التشكيليين، للمهتم بالموروث الشعبي والتراث الشعبي؟ والله تمسكهم بتراثهم، تراث بلدهم، لأنها هي الهوية الوطنية. على فكرة لما يتمسك الشاب هوية الوطنية تكون الوطنية عنده أقوى، لأنه له يحس أنه له جذور في الأرض. صحيح. إيه، فما يكون يعني سطحي في كل حاجة. بلدك لما تطلع على بلدك وتراث بلدك وكيف عاش والدك وكيف عاش جدك صحيح، واللي ما لها هو المال التالي أكيد ما في شك، هذه مفروغ منها، فيكون انتماء للبلد أقوى وأقوى طبعا، هذه ما فيها. جميل. طب حنا نشكرك أستاذ عبد العزيز ونورتنا اليوم في البرنامج الصباح الرياضي، واتمنى فعلا الرسائل اللي أنت وصلتها تكون وصلت للعالم اللي فعلا يعني نقدر نقول تهتم أكثر بالتراث، ويعطيك ألف عافية وعساك على القوة إن شاء الله. الله يطول عمرك، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأشكركم الحقيقة كل الشكر، وأرجو أن احنا نكون قدمنا شيء للإخوان المشاهدين. نعم. قدمت شيء الكثير. وأنا أحب أختم بس طبعا لي في الكتابة الشعر، بس أحب أختم بثلاث أبيات عشان ما أطول عليك. طبعا. طبعا نسأل الله العلي العظيم أن يوفق قائد بلدنا الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين. وكان أنا عندي عدة قصائد وطنية لكن أختصرها في ثلاث أبيات الحقيقة. تفضل. وأن الله ينصر جنودنا إن شاء الله. آمين يا رب. هاي ثلاث أبيات طبعا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه. يقول: يا راعي الفزعات مثلك قلايل، يا أبو فهد أنت ذرى كل مضيوم، يا راعي الفزعات مثلك قلايل، يا أبو فهد أنت ذرى كل مضيوم، لك وقفة يهابها كل عايل، صانع سلامه في الحرب فارس وزيزوم، معك جنود الحق خيل أصايل، إن رسلتها بالحال جابت لك علوم. الله صح لسانك، صح لسانك، يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ عبد العزيز. شكرا لك أستاذ. إذن ومن فقرتنا عن التراث والاهتمام بالموروث الشعبي نطير لجدة ونشوف تقرير عدته طبعا زميلتنا سندوس محمد عن جائزة البحث العلمي واللي حصل عليها الدكتور سامي أصقر. خلينا نشوف التقرير مع بعض ولنا عودة مشاهدينا، خليكم ويانا. توجت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد الفائزين بجائزة الدكتور سامي الصقير للتميز والبحث العلمي في دورتها الثالثة للعام الماضي، وذلك من خلال مؤتمر جدة العالمي العاشر لطب وتجميل الجلد. الحقيقة أنا كنت أحضر مؤتمرات، أنا من أوائل أطباء الجلد في السعودية، وكنت أحضر مؤتمرات وكنت وحدي في المؤتمرات، وكانت كنت أشوف الأطباء يشتركون، فكنت أتمنى أن أشوف شباب سعودي يشارك في المؤتمرات، وبعد ذلك صار يشاركوا، ولكن صرت أتمنى أن أشوفهم يشاركوا في بحوث وليس فقط مشاركة، ففكرت بالجائزة حتى تكون دافع تشجع الشباب السعودي وأطباء الجلد السعوديين الشباب
للمشاركة الفاعلة في البحوث وإغناء العلم وليس فقط تلقي. حصل نوع من الاهتمام بالإعلام وتركيز الضوء لمنتجات عبر القنوات الإعلامية المختلفة، والانفتاح أكثر على الإعلام بدل من الاختفاء حول وراء الكواليس. أكيد بحسك الإعلامي بحسك الصحفي سألت عن التخصص العلمي والبحوث العلمية، ما وجدت من الطبيب السعودي؟ الطبيب السعودي طموح جدا، مهتم جدا بالبحث العلمي، لكن يحتاج إلى تشجيع ويحتاج أن تنفتح لقنوات الدعم المالي، لأن البحوث العلمية بحاجة لتمويل وهي معضلة كبيرة. كيف شايف الدعم المادي؟ ضعيف جدا وبحاجة لدعم. فئات من التمييز والنجاحات والعطاء الذي يوثقه هذا اليوم في جائزة علمية يطمح لها الجميع، منها فئة التميز، فئة الباحثين السعوديين، وفئة الباحثين في الوطن العربي. تم اختيار الفائزين بالجائزة وهم الفرع الأول، الفرع الأول فئة التميز سعادة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز آل الشيخ، فليتفضل. يعني هو طبعا يعني اهم حاجه اللي يعني ده ان هي شرف الحقيقه قبل اي حاجه، انك تحس ان انت بذلت جهد والجهد ده له قيمه، او ان العمل العلمي بتاعك ده يعني له قيمه، فدي في حد ذاتها دي حاجه مهمه جدا، انك تحس ان انت بتبذل جهد ووقت في شيء مهم ممكن ان هو يفيد العلم ويفيد التخصص بتاعك ويفيد الناس، واللي يعني بيؤكد ان هو بيفيد ده انه ده يقدر من قبل لجنه مكونه من اساتذه كبار علماء من ناس المملكه العربيه السعوديه، فطبعا ده بيزيد او بيدي ثقه ان فعلا العمل ده له قيمه ان شاء الله. تقاس مرتبة الأمم بمدى عنايتها واهتمامها بمبدعيها ومبتكريها وبتطوير تخصصاتها العلمية، وإحدى هذه الصور هي ما تقدمه الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، آمرة أن تكون حافزا على المزيد من العطاء في خدمة البحث العلمي في المملكة والوطن العربي. إذا شكرا للزميل أيضا عبد العزيز، وهو أيضا التقرير من إعداد الزميلة سندس. وبس أنا تصحيح الخطأ اللي خطيته قبل شوي، اللي هو الجائزة هي باسم الدكتور سامي، وإن شاء الله يا رب نشوف أيضا من نجاحات إلى نجاحات أكبر بإذن الله. بإذن الله، الله يعطيهم العافية. شكرا سندس، شكرا عبد العزيز بوهميل. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني ضيفنا اللي راح يكون معنا الآن ضيف جميل. ضيف هذا طبعا بدأ حياته في المملكة العربية السعودية كطالب، ومن ثم التحق بأحد القطاعات، ولكنه لم تكن هذا أو يكن هذا العمل على قدر الطموح، فقرر أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته ليعود بشهادة كبيرة ممكن أن تؤهله في سوق العمل، ولكنه عاد بأكثر من شهادة. طبعا أنا أقول لكم لا تفوتون هذه الفرصة واستمعوا لهذه القصة الجميلة مع ضيفنا الأستاذ عبد القادر أحمد فلاتة، وهو مؤلف وروائي سعودي، وألف كتاب حياتي بين زوجتين. صبحك الله بالخير أستاذ عبد القادر. صبحك الله بالخير أخوي بندر وأختي نادية، صبح على مشاهدين السعودية. أخي ناهد. ناهد حياك الله. سهلا فيك، حياك الله أستاذ عبد القادر، وأنا مرة سعيدة اليوم أنك أنت موجود معنا، وإحنا حظينا بفرصة الإهداء هذا بالكتاب، وممكن أنا بعد أعطتني الكتاب قبل ما تعطيه بندر، بس بندر قال لي لا تقرين الكتاب. فعلا انا كنت متعمد انك ما تقرين الكتاب، لانه نبغى نعيش القصه الجميله، عشان كذا انا ما قريت. من ابو احمد، يعني انت شاب سعودي طموح طلعت للولايات المتحده الامريكيه، حدثت هناك كثير من القصص. احنا ما نبغى عاد تروينا الكتاب كامل، ولكن نبغى القصه بهداوه كذا على اساس مستمعينا ومشاهدينا يستمعون للقصه ابشر ان شاء الله. طبعا انا ما اقدر ارويها كامله، الا اذا الرياضيه بتشتري الكميه كامله بنرويها كامله. يعني نحاول.
وتغلي السعر عشان بالصوت والصورة. لا ما نغلي، نعطيكم خصم طيب إن شاء الله. طبعا أنت يعني حامل شهادة بكالوريوس في التسويق، أكيد أنك بتشتغل. الله يعينكم، يعني بايعكم كمية، بايعكم كمية اليوم. والله أشكركم على الاستضافة، وأنا أشكر السعودية الرياضية، وهي أول قناة أنا حاليا أخرج فيها للحديث عن كتابي وهو حياتي بين زوجتين، يعني أول لقاء تلفزيوني لي أتكلم فيه على الكتاب، فشرف لي أن أكون متواجد معكم حاليا. الكتاب هذا يعني لي الكثير، يعني أنا بس بتكلم عن الكتاب وكيف وصلنا للنقطة هذه أنه مطبوع حاليا وموجود ككتاب. يعني هو أخذ مني تقريبا مدة سنة كاملة. كان هو بدأ بفكرة بسيطة فقط لا غير، والفكرة توجهت إلى حلم أو أحلام، ثم أتت وأصبحت واقع، وها هي الآن رواية تروى. جميل. وأتمنى أن يكون فيها فائدة للجميع. أنا أول ما طبعت الرواية، أول نسخة استلمتها، يعني فتحت الكتاب وشميت ريحة الورق في الكتاب وبكيت، لأني أنجزت شيء. أنا لست بكاتب ولست بروائي، هذا أول كتاب أنا أصدره لي، ولكن أي شخص ممكن يكون كاتب وروائي بجهدك وحرصك وعملك واجتهادك، لا مستحيل في هذه الحياة. جميل. أنا بالنسبة لي يعتبر لا مستحيل، فلا أريد أن أطيل عليكم في الموضوع هذا في البدايات، ونخش على قولتهم في الرواية على طول. أي إحنا نبغى على قولتهم. أعطيني المايك أبد بساطة أحمدي وتفضل. والله هي الرواية وأنا أكتبها يعني بكيت في أجزاء كثيرة منها، لأنها فيها يعني أنت لما تحكي رواية وهي تعني قصة حقيقية لك، قصة معاناة ثم تنهيها بنجاح كبير. هي بدأت يعني أنا كنت في برنامج أرامكو السعودية اللي هو ITC لمدة سنتين، وكان زميلي العزيز الذي أفتخر فيه وأكن له كل الاحترام والتقدير، وكان له دور كبير اللي هو سحبني على أمريكا على قولتهم، يعني الأخ منصور ويلي أمس أصبح عليه، فهو كان معي في البرنامج وسبقني الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد التخرج أنا طبعا تم تعييني كسكرتير أو ولا كليرك في أرامكو راس تنورة، واكتشفت أن لن تصل لما أنا أحلم فيه اللي هو راح توصل للدرجة الثامنة تقريبا جريد 8. أي طموحك أكبر. وكان مديري أمريكي متعاون جدا وحبيب، الأمريكان حبيبين ما شاء الله عليهم، فكنت أسأله عن أمريكا وزي كذا، وكان سؤال يعني طبيعي جدا، ما في أي نية للذهاب وزي كذا. بعدها بفترة قررت أني أذهب وأخوض هذه المعركة. طبعا ذهبت أنا على حسابي الخاص، ما كان يوجد لدي بعثة دراسية. توجهت للأخ منصور، كلمته يا أبو فيصل بجيك سوا وش سوا، قال أبد تعال، قلت له الفيزا السياحية، قال أبد نغيرها لك وانت هناك ونزبطك الجامعة وكل شيء. عام كم هذا؟ عام 94. طيب جميل حلو. وكان من حسن حظي وصول المنتخب لكأس العالم لأول مرة. يا سلام. فكان يعني توقيت في مكانه على قولتهم. فرحت عند الأخ منصور، رتب لي الكلية ورتب لي السكن، سكننا عند شيب أحلي وكذا ما شاء الله عليه، كان حبيب وزي كذا، مع أنه صارت بعض المواقف الطريفة مع الشايب في البيت. وبعدها بدأنا نتبع المنتخب من ولاية لولاية في المباريات وزي كذا، وأعتقد من المواقف اللي كانت يعني مضحكة شوية، كان عندنا مباراة مع المغرب في نيو جيرسي، وكنا رايحين حنا ثلاثة أشخاص، وتقابلنا مع باص صغير اللي هو كله مغاربة. فسألونا قالوا لنا أنتوا شكلكم والله سعوديين يعني رايحين، قلنا لا والله حنا شفنا معهم صراحة يعني أشياء ويمكن تنجلد ولا شيء، قلنا لا والله حنا من دولة قطر وليس من السعوديين. فقال ذاك اللي ماسك مع الطبلة قال والله كانكم سعوديين ترى بنطبلكم نفس الطبلة هذه، قلنا لا يا ابن الحلال حنا ما احنا سعوديين. كل كورة يا ابن الحلال كورة ما. فبعدها يعني تم الانتقال، قررت ان انتقل الى ولايه ثانيه اللي هي ولايه فلوريدا، لان انا كنت موجود في ولايه اركانسا اللي هي ليتل روك، وهي مدينه للامانه لا يوجد فيها الكثير عن مدننا. يعني انت تكون موجود في امريكا والناس تقول الشخص موجود في امريكا، ولا تحس في انك موجود في امريكا، لا يوجد فيها الكثير، لا تختلف. وانا بالنسبه لي الحياه جزء من الدراسه. صحيح. وليس الدراسه لها جزء، ولكن يجب ان تكون في مكان مرتاح فيه واساس تكتسب من الشعب العادات. صحيح. والتقاليد والثقافات. فانتقلنا لولايه فلوريدا أنا وزميل صديق لي، وهناك طبعا سكنت عند
جزئية أمي كيرن. أنا بالنسبة لي الكتاب هذا يعني لي الكثير، وأهديه لكل امرأة أب. يعني هذا الكتاب أنا عملته لأبين دور امرأة الأب. دائما امرأة الأب سبحان الله ينظر لها في المجتمع بشكل يمكن ليس باللبغ ولا يعني مظلومة من الأخير. فأنا عايشت امرأة الأب من صغر سني، يعني أنا والدي انفصل عن والدتي وأنا صغير السن، وربتني أمي نورة في وأنا في السادسة من العمر، ولا أنساها. يعني جزء كبير كتبت عنها هنا، كان لها مواقف جبارة معي. يعني لا أستطيع أن أذكر تفاصيلها، لكنها أعطتني ما لم تعطيه أمي الحقيقية بأمان. وذهبت إلى آخر الدنيا في أمريكا بعد ما فقدت أمي نورة في وفاة، ولم أصدق إن الله سوف يرزقني بأم أخرى في خارج المملكة. فوجدت أمي كيرن. هي ليست من ديانتي وليست من لغتي وليست من بلدي، ولكن أعطتني الكثير. كيف أصبحت أمك؟ أصبحت أمي بالمحبة والعشرة. أنا كنت عايش عندها، مأجر عندها غرفة في البيت، والتعامل يعني سبحان الله وصل الشعور، صرت أناديها مام، وكانت يجونها ضيوف وتقول لهم This is my son، ولدي، وهم يشوفوني أنا أسمر وهي بيضة وإيش الموضوع يا أم الشباب وكذا. فأنا سبحان الله اللي وصلني لغلبها هو التعامل اللي احنا تربينا عليه، والقبلة التي كنت أضعها على رأسها كل صباح عملت الكثير. احنا بالنسبة لنا في مجتمعنا الإسلامي أو العربي، بس أساس يفهمون المشاهدين ويركزون معنا، أنت خليتني ترى غص القصة كاملة الحين، تشترون الكمية شهرين شهرين. اسمعني أستاذ سم، أنت الآن سكنت عند المرأة الأمريكية الآن كيرن. سكنت أي كيرن، واستأجرت منها غرفة. صحيح. جميل. كم صار لك الحين عندها وكيف كان التعامل معها؟ أنا ظليت معها تقريبا سنة وتعامل لا إلى الآن كم الحين لما إحنا دخلنا الحين سكنت معها؟ إحنا نبغى القصة. عاد تبي القصة كاملة بندر؟ لا أبغاها يعني بشكل مختصر. إيه يعني أنا قعدت معها تقريبا سنة بعد ما انتقلت إلى فلوريدا. حلو. انتقلت وسكنت معها بسبب أن الشقة كان فيها شباب كثيرين، وتعرف لن تكتسب اللغة. صحيح. يعني هذه كيرن صراحة أنا أتمنى أني أقدر أجيبها زيارة للسعودية، وسوف أسعى أن أجيبها بزيارة للسعودية، لأنها لا زالت على قيد الحياة وهي تمر ببعض الظروف الصعبة. وإن شاء الله أنا بالنسبة لجزئية كيرن خليتها شوية مفتوحة، لأن في الجزء الخامس أو السادس إذا ممكن الأخ عادل، وين الأخ عادل؟ خلنا عادل وين؟ قرب يا عادل موجود عادل. كيرن يا عادل. هذه صورة الكيرن. أفا كاميرا أربعة وينها؟ صوت راعي محل أنا أكيد. لا وما شاء الله عليك عارف يعني أربعة وعادل فعلا في أربعة عادل أربعة شوف هذه كيرن صورة لها معاي، يعني لن تتمكن من النظر إليها، ولكن عندما تنظر إلى عينيها سوف ترى حب دافئ داخلها لن تصدق. هي عندها أولاد؟ عندها أولاد في الأربعين في الأربعينات وقت ما كنت أنا عندها. بس تعرفين في أمريكا الأولاد يعيشون خارج المنزل. نعم. تقريبا فبعد كيرن، طبعا كيرن كان لها دور كبير في زواجي من أم أبنائي ستيفاني. التقيت بزوجتي، أنا طبعا رايح أمريكا دراسة فقط لا غير. سبحان الله رجعت بزوجة وأطفال ووظيفة وتوظفت هناك، يعني أنت لا تعلم إيش يخبي لك. يعني أنت ما كان هدفك إنك إذا تستقر في أمريكا وتتزوج أمريكية؟ لا والله. والدليل إني يعني الدليل إنه ما كان عندي هدف استقرار، إني حرصت على الدراسة، إني أكمل الدراسة على أساس أرجع للسعودية. إيه؟ يعني مريت بظروف صعبة هناك جدا، خاصة لما أنت تكون تدرس على حسابك الخاص. إيه؟ تعرفين مهما الأهل يساعدونك لا ما راح يكون على مستوى لما تكون عندك بعثة وزي كذا. فهي كان لها دور كبير في اختيار أم أبنائي ستيفاني. أصبحها بالخير وهي في أمريكا الحين، طبعا الحين بالليل عندهم ولا النهار. بس بتشوف الحلقة أكيد. عادي يبغون نترجمها لها. يعني هي أهدتني أجمل ما في هذه الدنيا، فيصل وسارة وعالية، وكانت أما عظيمة لأبنائي، لها مكانة كبيرة عند أخواني وعند عائلتي، وأنا أعتز فيها وأفتخر فيها كأم لأبنائي بصراحة.
أتت هنا للسعودية وجازفت وعاشت. أنا أتكلم منها جازفت، لا أقصد إنها يعني تعدت الصعاب، درست في مدرسة خاصة، قالوا لها لبسي عباء على الرأس، لبست عباء على الرأس، قالوا لها لبسي قفازات، لبست قفازات. راتب كان يعطونها راتب بسيط 2000 ريال، أنا كنت أدور اختلاط المجتمع معها فقط لا غير. بعدين الشباب الظاهر استحبوا الموضوع، قالوا لنا بقاك تألفي لنا كتاب انجليزي، قلنا هنا بس عاد مصخوها الجماعة. فطلعت من المدرسة، وبعدها بفترة طبعا تعرف الأجانب لما يجون هنا يعني الوضع شوية ما يختلف، صحيح مختلف شوية. وفي ناس كثيرين يسألون لماذا لم تسكن في البحرين. أنا بالنسبة لي البحرين أعتبرها أني أظل في الولايات المتحدة الأمريكية ولا أسكن في البحرين، لأن لن أستفيد شيء. أنا أبقى عيالي يختلطون مع عيال عمهم مع الأهل، يأخذون العادات والتقاليد ويتعلم. في البحرين أنت راح تعيش حياة أمريكية بحتة تقريبا، عيالك يتكلمون لغة. بس معنا البحرين يعني إحنا والبحرين نسيج واحد، مجتمع واحد يعني. إيه بس أقصد أنت البيئة، أنت ممكن تكون عايش هنا في السعودية لكن بيئة بيتك ممكن تكون عايش نظام أمريكي بحت، وأنت حولك جيرانك كلهم سعوديين. ففي البحرين ما راح يساعدك أنك تختلط وتعلمون الأبناء بالسرعة اللي أنت تدورها تقريبا. طب وعيالك عارفين اللغة العربية ويتكلمون عربي ولا؟ إيه لا الحمد لله عندي البنات فيس سارة وعالية ما شاء الله يتقنون اللغة العربية فصحى ما شاء الله يعني. فيصل راح مع أمه وقت الانفصال، احنا طبعا أنا وستيفاني لم نستمر فاضطرنا إلى الانفصال. عشان أنتم موجود في السعودية وهي تبغى ترجع أمريكا ولا وش سبب الانفصال؟ والله أنا ما يعني هو كان أنا أنظر له كان انفصال ناجح. يعني أنت كيف تحول الانفصال أو الطلاق إلى نجاح؟ هي وصلت مرحلة لا تقدر أن تستطيع أن تعيش هنا بصراحة، لأن هي كانت نشطة جدا يختلف، مع أن كان عندها سواق كل شيء متوفر لها، ولكن نسبة الحرية عندها فقدت بعض نسبة الحرية. فقالت لي أنا لازم أرجع البلد، قلت لها والله أنا ما أقدر أرجع معك يعني. فاتفقنا أن ننفصل انفصال طيب بدون أي مشاكل. يعني لن تصدقي الأطفال حتى لو عمرهم 5 أو 6 سنوات أن يعني يجب أن تسألهم عن رأيهم بغض النظر عن سن الطفل. حنا اكتشفنا يوم نقلنا للسعودية أن فيصل كان من المعارضين للانتقال أكثر من أمه. فيصل كان عمره 8 سنوات، أمه هي اللي طلبت قالت خلينا ننقل للسعودية بعد ما جات هنا وقابلت الأهل وشافت التعامل الطيب يعني خواتي أم أحمد وفاطمة ما شاء الله ما قصروا فيها، خذوها من محل لمحل وانبسطت. قالت ليه ما ننقل؟ قلت أنا كويس أبو فيصل فرصة خلها على جنب هذه لو خلصنا بعدين نرجع للملف هذا. فيوم نقلنا السعودية اكتشفنا بعد فترة من فيصل إنه ما كان يسوي الهوم وورك واجباته، وشفنا في مذكراته إنه ما حب العيشة في البلد هنا. فكانت صدمة إن الطفل يعني فيصل كان عمره 8 سنوات وهو يعني ما عاش حياة أمريكا زي أمه مولودة هناك وزي كذا. لسبب ما أنا كأبوه لو تسأليني لا يوجد لدي جواب صريح لماذا فيصل يحب أمريكا بصراحة، ولكن هو مرتاح. أنا بالنسبة لي كوالدة يهمني إنه مرتاح وفي مكان آمن، وأمه يعني أمه مهما كان هو مع أمه حاليا وأنا أثق فيها، وهذا هو ما شاء الله تخرج حاليا ابتدأ في الجامعة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، ويعني خش نفس الجامعة اللي أنا تخرجت منها. يعني أثلج صدري قال لي يا بابا أنا بخش نفس الجامعة، قلت له ليش؟ قال لأن أنت كنت تأخذني على البوك ستور معاي وأنا صغير وتشتري لي الهات والتي شيرت. فسبحان الله فيصل يوم راح معه أنا كنت أحاتي أمور كثيرة، لأن في أمور لازم تكون واقعي معها من ناحية الديانة من ناحية اللغة من ناحية العادات، ولكن احتفظ فيها الحمد لله. يعني حتى في وقت التخرج طلب منهم أن يذكرون اسم أبوه كامل. أنا اسمي عبد الغادر بالإنجليزي صعب طبعا، عبدول اختصار هو، ولا تلقى المدرس إذا قال تأتع معناها خلاص يس حاضر لا تكمل. فطلب منهم أن يذكرون الاسم كامل، قال لي هذا إهداء لك يا بابا، how much you mean to me، أنت إيش تعني لي الكثير. فقلت أنا الحمد لله الولد هذا يعني ما هو تحتي عند أمه، لكن ما زال لم أفقده. شوفه ما بين فترة والثانية، هو فيصل يجي في السنة تقريبا مرتين يروح ويجي. أنا هذا كله لن يحصل وانتقالي للسعودية لولا المرحوم الأمير نايف بن عبد العزيز رحمة الله عليه. بعد أن أعطاني موافقة الزواج وتكرم علي ببعثة خاصة على حسابه الخاص الله يرحمه، فبعدها
قررنا الانتقال للسعودية. ولا قبل ذلك فلم ننظر للانتقال لأنه صعب بدون ضم الأبناء والزوجة. ها بعنا الكمية ولا لسه باقي؟ كمل. طيب لسه باقي. فيعني هي جزيئات كثيرة في من التحديات اللي مرت علي في أمريكا. أنا شوية طلعت، أنا كنت مرتب الأمور بس الأخ بندر قال بيشتري فحطينا على النقاط اللي أيه خليه يشتري. يشتري الكتاب. أنا لما كلمتك تذكر لما كلمتك وقعدت تقص لي القصة قلت لك بس وقف. إيه أساس أسحب. أنت وصلت المرحلة. إيه ما شاء الله عليك خطير بصراحة. ففي من النقاط يعني الأمور المهمة اللي بحياتي أنا في أمريكا صراحة اللي هي هذه. أخ عادل وينك عادل؟ هذه شركة طيران اسمها US Airways، هذه من الوظائف اللي أنا كان عندي تحدي كبير لها. يعني شركة طيران تشتغل فيها في أمريكا يعتبر صعب جدا. أنت تتكلم على 51 ولاية، كل ولاية فيها 4 إلى 5 مدن تقريبا، وكل مدينة فيها مطار، ولازم تحفظ الكود للمطارات هذه. كان معي تقريبا 250 أمريكي للوظيفة هذه، والحمد لله اجتزتها وتم تعييني في الوظيفة. والأجمل من ذلك مديرتي كانت يهودية الديانة اسمها سوزان. ومن الأحداث عندما حدث سبتمبر 11 كنت متواجد أنا هناك وكنت وقتها أوف، وطلبت مني ستيفاني لا تروح الدوام لأن أنا قبلها قايل لهم عن السعودية وزي كذا عاداتنا. فقلت لا أنا بروح خلينا أشوف. فأنا وأنا في طريقي للدوام كلمتني سوزان وقالت لي وينك؟ قلت لها أنا باقي لي تقريبا ثلث ساعة. قالت لي تأخر نص ساعة. قلت أنا خير إن شاء الله. فتأخرت نص ساعة. فجيت عندما غدمت وفتحت الباب، يعني أنا أتذكر خطوات غدمي وأنا أدخل حاليا. وكنت خايف صراحة لأن خاصة بعد ما طلع جنسيات المنفذين الهجوم وزي كذا. فقالت لي يا عبد القادر أنا طلبت منك تتأخر لأني حابة أهيئ لك الفلور، أهيئ لك الموظفين كيف يتعاملون معك، ونتأكد أن ما حد راح يتعرض لك تقريبا. يعني أنا تعجبت صراحة، تعامل راقي جدا. أخذتني على مكتبها لمدة ثلث ساعة جابتني تتكلم. الوضع عادي جدا، وكان وقتها تعرفون الوضع يعني قايمة الدنيا فوق. وقبلها بفترة قصيرة دقت علي أنا أم ستيفاني الصباح وقت الحادث من الدوام. قالت لي يا عبد القادر لا تخاف. قلت أخاف من إيش؟ ما في شيء، أنا قاعد في بيتي ما سويت. قالت ترى يعني أنت ولدنا ولا تحاتي. وقالت أنا خايف المجانين ذول يروحون يتورون في أعمالهم زي. فأقصد أنا يعني الحمد لله أنا بالنسبة لي 12 سنة في أمريكا لم أتعرض لأي شيء ولا لأي عنصرية الحمد لله. الحمد لله يعني عشت حياة كريمة. يمكن أساس عشت أنا نمط أمريكي بحت تقريبا. كان يوجد لدي بعض الزملاء السعوديين يعني لكن قليلين تقريبا. جميل عبد القادر بنكمل معك ولكن بنطلع لفقرة دائما عودناكم مشاهدينا الكرام على هذه الفقرة، فقرة في قلوبنا، من خلال نستذكر الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة لهذا البلد. واليوم معنا المعلق الراحل أكرم صالح في فقرة في قلوبنا، نشاهد معنا أحد الأحمد. الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى استاد الملز في الرياض، حيث سنشاهد بعد قليل مباراة أو إحدى مباراتي نصف نهاية كأس جلالة الملك، وذلك بين فريق الهلال من الرياض وفريق ضمك من مدينة خميس مشيط في منطقة عسير. المعلق الراحل أكرم الصالح معلق وكب بداية التعليق في السعودية مع الراحل زاهد قدسي ومحمد رمضان. كان يقدم نموذج بالتعليق من معلومات وأرقام وثقافات عن الكرة المحلية والعربية والعالمية والتحضير الجيد والقيمة الأدبية في التعليق الرياضي. لم تعرفه أجيال كثيرة حيث كان معلقا رائعا بشهادة من تابعه بصوته الجميل وآدائه الرائع أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، يوم إن كان ينقل مباريات الدوري الألماني بصوته الذي وصل معظم الدول العربية. رحل إلى العليين لكنه حي باقي في الذاكرة والوجدان، وتوفي ودفن في السعودية عام 1986 رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
إذا شكرا للزميلة ناهد الأحمد، يعطيك العافية ناهد. الله يعافيك. شكرا لك. عودة مرة أخرى للأستاذ عبد القادر فلاتة، وهو مؤلف كتاب حياتي بين الزوجتين. عبد القادر، أنت ما شاء الله عليك أعطيتنا يعني جزء من الرواية، جزء من الرواية. أيه. شفتوا ايش قد يعني كثير. بس لك يعني. الحين انت عشت التجربة هذه وحببت الناس فيك، حببت السيدة الأمريكية فيك، يمكن في أمور انت ما بغيت تقولها لنا في البرنامج، ولكن وقلتها لي على التليفون، ولكن الشاب السعودي لما يطلع برا المملكة ويمثل بلاده ايش المفروض انه يعمل؟ والله شوف، الشاب السعودي أنا أتكلم من تجربتي الشخصية ولا أمثل الكل. الشاب السعودي لما يطلع من بلاده لازم يعرف أنه هو الثغل عليه، هو يمثل يعني دولة ليست بسهلة، ودين يعني تعرف مرجع الدين الإسلامي تقريبا السعودية، فلا بد أن يحتوي بالأخلاق والتعامل. يعني أنت أنظر لكيرن، تعاملي معي معها وأخلاقي معها هو من أوجد مكان لي في قلبها تقريبا، ويبتعد عن الأمور التي يعني حنا نتعرض معها في المجتمع، والأمور أعتقد راح تمشي معها طيبة. حلو. لأن التزم بالأمور كأنه عايش هنا. من الأمور اللي ينظرون لها بعض الأخوان من الدول العربية الأخرى بدون مسميات، أنا طبعا توظفت وظائف كثيرة لم أذكرها في الكتاب لأن عندي أكثر من كتاب راح أصدره تقريبا، فلم أتجلى. لم يتوقعوا أن السعودي يستطيع أن يعمل أو أنه يجتهد في العمل وينجح. يعني أنا مرت علي بعض الوظائف قالوا لي كيف أنت سعودي تشتغل؟ ما عيب سعودي تشتغل وأنجزت، أنت مش تشتغل فقط لا غير. يعني نظرة سبحان الله ما أدري، حسسونا كأننا حنا من كوكب ثاني. إيه. لا نستطيع العمل. ف يعني سبحان الله حنا كل واحد مبتعث أعتقد عليه دور كبير أنه يوصل رسالة واضحة للدولة. حلو. اللي هو فيها. صادق. للمجتمع. إذا يعني أنت لقيتي نسبة 50 إلى 40% وصلوا الرسالة هذه راح تتغير الصورة كاملة. صحيح. وطيب أستاذ عبد القادر أبو فيصل، حياتي بين الزوجتين أمريكية وسعودية، أمانة أنا أول ما قريت العنوان استفزني، يعني زوجتين أنا توقعت أن يجي لمنحة ثاني. أي صحيح. مقارنات وما مقارنات، يعني أنا يعني من العنوان وكنت بقرأ متعمدة، لكن بندر قال لي انتبه تقرينا، لا تقرينا إلا بعد ما تخلص الحلقة. قلت أوكي تمام. أنت تكلمت عن زوجتك الأمريكية، أنت بعد ما انفصلت من أم فيصل ارتبطت بزوجة ثانية بالسعودية. صحيح. أولا بالنسبة للعنوان وليش اخترته بالتحديد؟ هو العنوان يجب أن يكون يعني من ناحية تسويقية أنا أتكلم. أوكي. طبعًا الحين أكثر زي ما تفضلتي، أنا صراحة توقعت أغلب الناس يعني يكون النساء اللي راح يشترون الكتاب، حاليًا اللي شارين رجال أكثر من النساء. النساء من العنوان، فهم فكروا إني أنا. لا والله أنا لو أنا يعني لو يعني لقيتها بمكتبة وما راح أشتري بصراحة، يستفزني يعني وش اللي. بس بترجعين تشترين. تحرك. لأن الحريم يحب، راح ترجعين تقرينه تشترينه. بالنسبة للزوجة السعودية، زوجتي أنا زوجتي غادة أمسي عليها وأكلها الكثير. يعني هي أثبتت ما أنا أثبتته في الخارج وهو نجاح الطالب السعودي. كيف هي تمكنت من أن تقوم أن تربي أطفال تركتهم من بعدها أمريكية؟ فهي تعمل وعملت وما زالت تعمل الكثير. السر عندك أنت. السر عندها وعندي. هي تكاتف الاثنين. إذا كان تعامل الأمريكية السيدة الأمريكية معك بهذه الطريقة، إذا كان تعامل زوجتك الأمريكية بهذه الطريقة، إذا كان تعامل مديرتك في العمل بهذه الطريقة، أكيد أنك شخص استثنائي بصراحة. والله يا أخوي بندر أنت تحاول تخليني أصير مغرور، بس لن تنجرف. أنجرف معك في الأمور هذه. أبدا. لا والله. وين التقيت بالسيدة غادة؟ سمي. وين التقيت بزوجتك الثانية؟ والله وزواج عائلي. زواج يعني كما هو معتاد هنا طبعا. بأمار يعني أنا لي متزوج تقريبا هذه السنة السابعة معاها. العمر كله يا رب إن شاء الله. يعني لي في موقف أنا لم أضعه في الكتاب، سوف أخص بندر والسعودية الرياضية بهذا الشيء. في جزئية أنا كاتب لقاء الزوجتين، أنا أخذت غادة معي ورحنا أمريكا، وكنا حنا في أورلاندو وأم البنات في تامبا تقريبا ساعة ونص المشوار، وبودي البنات عند أمهم، فقاعد أفكر هل أخذ غادة معاي عند ستيفاني، إيش الوضع يعني نساء وزي كذا.
ففكرت قلت غادة هي زوجتي الآن وهي مستقبلي وروحي وستيفاني هي أم أبنائي وحبيت غادة تقابل ستيفاني وتشوفها وتعرف مكانتها عندي أنا أصلا ولا أستطيع تركها لمدة 5 ساعات لما أرجع فأخذتها معي ورحنا البيت وتقابلنا مع أم فيصل. من المواقف التي يعني أنا ليش أقول إن الكتاب هذا أنا أهديه لأم لمرأة الأب عادل وينك عادل لمرأة الأب أنا مرت علي مواقف في حياتي لن أصدقها لا تصدق. أنا الكتاب هذا لو ما حطيت فيه صور المكتوب لا يصدق فأنا يعني قطعت مجال الشك تقريبا كامل. فكانت أم البنات ستيفاني قاعدة هناك وغادة قاعدة هنا وبناتي سارة وعالية قاعدين جنب غادة يعني لا يعني أنا ما كنت أحب أكون في مكان ستيفاني بأمانة. أنا طبعًا. لا أعلم ما شعرت به هي طبعًا. بس أقصد مكانة غادة كيف وجدت لها مكانة بين بدون تنسيق طبعا منك. لا ما لي علاقة أنا يا بندر الله يهديك يا بندر سمحنا بعينك شيء يا بندر ركب لا بدون تنسيق هذا شيء يعني البنات غريبين جدا. كم كانت أعمارهم وقتها البنات؟ وقتها يمكن عالية يمكن 7 سنوات وسارة يمكن 11 سنة بس يمكن أول زيارة لهم لأمهم بعد ما رجعت أمريكا تركتهم كيف؟ ما أدري ما بقول هذا لا أنا ما بقول أنا آسفة جدا لكن أنا ما أتكلم لكن بعد ما انفصلتوا أنتوا عن بعض فممكن هذا ما أدري بس إنه لا هو ما كان هو ما كان من ناحية إن هم زعلانين عليها أنا أبغى أبين لك قادة ماذا عملت كيف وجدت لها مكانة في قلب البنتين امرأة الأب أنا وقت لكن إلى تعسري إيه فا يعني زي ما تفضل أخ بندر يعني امرأة الأب أنا سوف أكتب كتاب جديد وهو يتعلق بمرأة الأب فقط لا غير وأدعو صراحة وأنصح كل مرأة تقرأ الكتاب هذا لأن هذا راح يكون فخر لكل امرأة أن تقرأه فهو يثني كثيرا عن مرأة الأب ويدافع عن مرأة الأب ويبين دور الرجل هو الأساس 80% على الرجل لكي تنجح مرأة الأب كمرأة أب هي كما مثلا بس المثال هذا وأعتذر على المثال هذا زي السائق لما يجيك السائق من الهند جديد أنت تحط له سائق تحت التدريب وإذا أنت متوريه يمين يسار لا يعرف مرأة الأب عندما تجي تدخل المنزل في أول خطوة أنت لا تعلم ما بداخلها من خوف ورعب أبناء ونظام فإن لم تكن بجانبها فهي لن تنجح وإن سقطت فأنت السبب أيها الرجل وليس هي فلا ذنب عليها. جميل. أنا يمكن بعد جتني عدد كبير من الأفكار وعدد كبير من الأسئلة بس ما أدري إحنا كان عندنا سيد عبد القادر إهداء لجماهير الهلال بمناسبة فوزهم بكأس. نخلي الإهداء مسك الختام. كيف؟ نخلي الإهداء مسك الختام. ونترك الختام. يعني في نهاية لقائنا هذا اليوم أستاذ عبد القادر أبو فيصل إيش اللي ودك تقوله أو إيش اللي ودك توصله؟ والله أنا زي ما تفضلت اللي أبغى أوصله إن أبغى نظرة المجتمع لمرأة الأب تتغير للأفضل وينحط عبء كبير على الرجل وليس المرأة لأن جزء كبير من نجاح العائلة الجديدة على الرجل وأيضا النجاح أنه لا يوجد شيء مستحيل. أنا لست بكاتب يعني أنا طلعت كنت أستلم راتب معين ورحت أمريكا ابتدأت من الصفر اشتغلت في طيران لا أعلم يعني أنت تصوري 51 ولاية 5 مدن كل مدينة فيها مطار يعني شيء لا يصدق. واجهت بعض المكالمات اللي يقول لك أنت الأكس نرجع بلدك واللي يقول لك مدريس بس صرفت أموري أنا يعني ما عندي مشكلة. فالنجاح موجود داخل كل شخص لكن يجب أن تبحث عنه. حسنت. موجود داخلنا كلنا يجب أن تبحث عن النجاح. انت نموذج رساله بوصلها انا الكل. انت نموذج جميل بصراحه. انا بس بغيت اضيف نقطه اخوي بندر. انا لاحظت بالنسبه للكتاب ان في الفئه السنيه اللي هي 12 11 سنه يقرؤون الكتاب. انا هذا تمثال الحريه عادل حبيبي تمثال الحريه رسل لي ايميل ترى واضح على الشاشه عمره 13 سنه قال لي هذا التمثال اهدته فرنسا لامريكا. هذا يبين لك الجيل القادم مثقفين. ممتاز. بنت رسلت لي على رحلة كوريا. أنا كاتب جزيرة اسمها جيجو يعني زي الثمامة في الرياض ما حد يعرف الثمامة لو جيت أجانب كوريا ما حد يروحها. قالت لي جيجو الأخت رغد هذه اسمها رغد قالت لي ترى السبلنك حقها خطأ بالعربي. هذا يبين لك أنت تفرح بالأجيال القادمة أنها عندها والثقافة الموجودة اللي عندهم. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية. شكرا لك لحضورك اليوم أسعدتنا بتواجدك. إحنا جميعا نفخر فيك.
الله يعافيك وما قصرت وتشرفت بوجودي معك. اكيد شكرا لك استاذ عبد القادر. ومشاهدينا زي ما قال بندر نكون ختامها مسك معكم ومع ايضا الاهداء اللي حضره الطاقم صباح الرياضيه لجمهور الهلال. ان شاء الله اللقاء يجمعنا بكم بالحلقات بكره ان شاء الله. عندنا طبعا تلفزيون المدينه عندهم حلقه, واكيد نلقاكم ان شاء الله مشاهدينا يوم يعني بكره يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله. ألف مبروك للهلاليين. السماء من فوق كل الارض زرقاء يا هلال.